ليس عليه لا حسب الحكم اللوكال، اخزن الفرويز هذه، الفرويزر يكون في منطقه جيده التهويه بحيث ما تكون عرضه للافات والحشرات. حصل عندي رجع البحر مثلا الى اربع خلايا، راح اضطر اني استخدم شيء اسمه حاجز صامت. وش الهدف من استخدام الحاجز الصامت؟ تمام. الآن الخلية كانت عندي 8 براويز. المساحة الزايدة هذه النحل ما يقدر يتكيف معاها سواء حرارة أو برودة. يحسب اليأس من كبر. فتكون عنده يعني جهد على النحل، تسبب جهد. أنا أجي أقفل حاجز صامت زي هذا أو كرتون أو اللي يكون، أهم شيء يكون الحاجز مصمت. كرتون يجيب عدة شيء. ممكن الافضل يستخدم حاجز صامت زي هذا بلا كاشف.